إذن إخواني مازال كنتواجدوا في المغرب العميق. هنا ناس اللي راه تيحاولوا هذه المعيشة ديالهم، تيحاولوا مساكن جاهدين أنهم باش يقلبوا على المأكل ديال الأغنام ديالهم أمام ندرة تساقطات المطرية. غادي نحاولوا نسولوا هذا السيد على المعاناة ديالو تزامنا مع حملة الصقيع اللي كتعرفها مجموعة ديال أنحاء المملكة المغربية. تابعونا في هذا التحقيق الصادم. سلام عمي، لاباس؟ بخير صحه؟ لاباس لاباس غور. شنو كيدير مع هاد الغنم هذا؟ واش اللهم لك الحمد راه ما لقينا فين ندور، ما عندنا لا الربيع لا البهار لا العوال لا كلشي عندنا كنتسناو الله والحكومه والملكنا الله ينصرو. اللهم والما ما مازال ما راه ولاو قطعوا علينا الايامات ما كيجيبوش حتى الماء ما كاينش دابا هنا. ها الماء والو ما كاين البيرو ملي كان زعما كيجيبونا السيتير السيتر كيجيبونا السيتر دابا ولا حسبوا علينا. دابا ملي قالوا غادي يزيدوا في البوطه في جهدك تشري البوطه؟ ما عندنا سيدي ما غاديش نشري لا بوطه لا العواد لا والو، قلنا عند الله ما كاين دابا تشري لا عواد لا بوطه والو. ما لو ما كان والو عندها بوطه وحده جاي يدير لك، واش نردوها للثياب ولا نردوها السخونيه للضو؟ ايه دابا انتم كتضويو بالبوطه وكتطيبوا بها وتسخنوا بها ونسخنوا بها وتقدر دابا تشريها بهذا الثمن؟ بزاف علينا ولدي بزاف. إذا زادوا فيها تقدر تشريها؟ ما نقدرش ما تقدرش ما نقدروش، ما عندناش الوقت. هذا الله حنا راسنا كاينين غير في النوالة. هادشي فين ساكن؟ هادشي اللي كاين ها هو اللي هاجي. والله ما كانت والله الحكومة غتشوف فينا، شوف الله والله يعطينا شي عام مزيان ويعفون عن المسلمين ويعاون الحكومة ويعاون سيدنا ويعاون المواطنين كل اللي كيمشي الصلح الله يعاونهم. دابا حيت جا هاد البرد عطاوكم الدعم ديال الخشب؟ ما عطانا والو، كاين حتى حاجة؟ ما كان حتى حاجة. ودابا في هاد السمرة اش كديروا؟ واش عندنا شوية دفلة وشوية السدرة باش نسخنوا البوطة. أما البوطة باش تشريها بهاد الثمن؟ بزاف علينا ولدي، بزاف علينا الله يرحمك. إذا هذا جزء إخواني من آلاف المشاكل وعشرات الآلاف المشاكل اللي كتعيشها ساكنة المغرب العميق. ناس بسطاء، ناس كرم وحسن الضيافة والتعامل في انتظار قطرات من المطر. اللهم أغيثنا يا رب. ما شاء الله عونكم أسيد الله رحمة الله وليدي لك ترخيركم. أتمنى توصل هذه الرسالة ديالك أمين إن شاء الله. شكرا شكرا.